اسلم. الكيكه هذه مناسبتها اي لا ادري. في بعض الناس بيقول مناسبتها بسيطه ما تحمل، بس انا تعني لي الشيء الكثير. يا سلام. وهي مرتبطه في نجاح يخصني انا، والنجاح اللي يخصني انا يخص البرنامج. احسنت. نعم. لان الفتره الاخيره ما شاء الله تبارك الرحمن انا جبت الكيكه هذه اللي يوجه شكر للجمهور، يستاهلوا، اللي هو له دور كبير في نجاح البرنامج. يستاهلوا. أول حلقة كانت يعني الأيام سريعة، كانت قبل شهر وعليها وشهر ونص. أيه. الآن تواجدي في البرنامج 6 حلقات أو 5 إذا ما ضيعت. كان يعني خلنا نفتح الكيكة. يا سلام. نعم يا سلام. كنت أنزل المقاطع والمحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، واللهم لك الحمد، يعني كان في قبول وهذا بتوفيق الله. الحمد لله. كانت عدد المتابعين في التيك توك كان 89,000. ما شاء الله. والحمد لله اليوم دخلنا 100,000. ما شاء الله تبارك الملك الحمد. تستاهل. فقلت اني اشارككم هالمناسبة الجميلة، ولا انا اقدر على قولتهم في البيت، ولا في ودي المخرج يقرب. فدخلنا 100,000 وللأمانة. ما شاء الله. ما شاء الله. كنت انزل مقاطع في التيك توك، هذه 100,000 في حساب التيك توك. ما شاء الله تبارك الله. والمشاهدات مليونية. ما شاء الله تبارك الله. واللايكات والتعليقات. هذا دلالة على نجاح البرنامج. ما شاء الله تبارك الله. قبوله عند الناس. ما شاء الله. توفيق من الله. ولم انجح في الله يطول عمرك. ما شاء الله. يعني العدد ما هو بسيط، خلال 6 حلقات زاد عندي 11,000 متابع. تستاهل. هذا بتوفيق الله، ثم بكم أنتم شركاء في النجاح دائما. ولا أدري هذه ممكن البعض يقول والله بسيطة، لكن تعني لي شيء الكثير. الله يوفقك. حبيت أشارككم الفرحة البسيطة هذه. الله يسعدك. وبرك الساعات يعلم الله. والله تستاهل يا أبو مفلح. والله يجعلهم إن شاء الله شاهدين لك. لا عليك. الله يجزاكم خير. الله يبارك لك. والله لكم الفضل. أنتم مبدعين. الله يجعلها ألف مبروك. الله يجزاك. وتستاهل. وجعلهم شاهدين لك. لا عليك. الله يجزاك. وعز الله العزيز اني انا من متابعين لك ومن المحبين كذلك ما تقدمه. شفت الرجال اللي يحمل كاريزما ويحمل ابداع معها، هذا افرح بنجاحه. اصل رجال طيب ومن عرب وحموله، ويحترم المشاهد في طرحه وفي ابداعه وفي ادائه، هذا يستاهل النجاحات. والله ان كان نجاحه نجاح لنا. وترى الطيب اللي سريرته طيبه يفرح النجاح المبدعين. الساحه الان صارت مزدحمه بالمبدعين وغيرهم، بالطيبين وغيرهم. لذلك تفرح اذا داحموا المبدعين وتصدروا. بل اني ارى الان ان في زماننا صاحب المحتوى وصاحب الابداع والمرجله واللي يمثل الناس خير تمثيل، واجب عليه انه يظهر ويزاحم الغث ويكون السمين هو المتصدر. الله بيض الله وجهك وانت عز الله من اللي محتواهم سنه. عسى الله يوفقك ويزيدك. والله ما نتقدم في جزء بسيط من النجاحات الا انتم لكم جزء كبير فيه. والله نقول صادق. ابو مفلح بيض الله وجهك. وجهك جعلني. والف مبروك. تستاهل كل الخير في ذمتي. الله يطول. وهذا وفاء منك. الله يطول حياتك. وفاء منك للقناه والبرنامج. لا. وانت راعي وفاء ومن قبيلتنا اهل وفاء. جعلني مبكيك. لا والله القناه لها دور كبير، والبرنامج هذا ناجح، كنا من المتابعين له، والحمد لله اللي جاء اليوم نكون من ضمن المشاركين فيه والمقدمين فيه. واي نجاح نصل له فضل كبير للبرنامج وللي فيه. انتم لكم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اي نجاح نوصل له. فهذا توفيق من الله سبحانه. انا قلت تستاهل يا ابو. الله يطول عمرك. جدا. الله يطول حياتك. الله وانا متاكد ان هذا مجرد رقم يعني مبدئي. نعم. ما أكيد. شاء الله تبارك أكيد. الله ولهم فضل. شهاداتك بازدياد وابداعك بازدياد. الله يوفقنا وياك. ولا انا ترى والله اني اقل لكم في الابداع. انتم اكثر مني ابداع، اكثر مني لا في الارقام ولا في المرجع ولا في العلوم الطيبه. وسعتنا انك خلتنا نشاركك هالمناسبه. والله أنا حبيت أشارككم بها، ودي على قولتهم أوصل رسالة للمشاهدين وللقناة ولكم كذلك بأن البرنامج هذا متابع، والبرنامج هذا محتواه مفيد جدا، وشفنا قبوله اللهم لك الحمد. لا في حساباتكم، لا في حسابات أخوي ربيع ولا حسابات الحوات الغانم الموجودين اللي انقلوا صورة جميلة جدا لقناة المجد ولهالبرنامج اللي فعلا له قبول كبير ومحبه. والله ما حد يقوم بس 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 جاك حجاب 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 حجاب. وبرك الساعات وكملوا مواضيعكم وانا بقطع لكم. يا ابو مفلح صل على رسول الله. لبيك. انت مبدع. الله يطول حياتك. تعال عندي. تعال دقيق. الله يسعدك. الله يسعدك. تعال دقيق. بس طف. خلوا ابو مبارك. لا ما تراحم على الطلب قد يجي. اول شيء الله يبارك لك.
نسال الله ان الله يجعل المشاهدين لك الله يجزاك خير طول عمرك ولا غرابه طيب من راس طيب ما عليك زود الله يطول وان الله قد زرع القبول فيك يعني ولا قبولك الرجال ولا المئة ألف فتراها من الله عز وجل الله اذا حب عبدا في عالي سماه انزل محبته في ارضه وبين خلقه الحمد لله وان شاء الله نعقب المئة ألف ذي بعد مئة ان شاء الله لكن لما هجت المئة الثانية فلا احنا نبغى كيكه شوف بس نبغى تيسم في الخيمه ذي شوف الله بس اشمر عليه وانت حدد شوف بس انا انا بالليل انا من الليل وانا ارفع كفوفي يا اللهم زدني بحق المتابعين ثانية شوف بس للحيم يا جماعه الخير احسن ادعوا يا رجاجيل يا ولد وافتحوا حسابات ودعموا دنيا اسمع ويجينا تيسن ان شاء الله ابشروا بالتيس بمئة ولا بدون لا لا ترى الشيء اللي قدهم مشروط يجي له لذه اسمع الشيء اللي قدهم مشروط يجي له لذه ودك الواحد اللي تمون عليه وتحبه انك يومي قال اسمع انت بتقرب تيس قلل العد شوي لا 200 ما ندري نوصلها ولا ما نوصلها ان شاء الله من الحيين ولا من الميتين لا يتحامون سبيع قفلوا هذا اللي شوف بس حرك بيض الله وجهك بيض الله وجهك وجهك جعلني يا اخوي يا اخوي يا اخوي انا اشكرك على 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 هذه الفرحه 100 ألف يا أخي ترى ما هذا الرقم الهين إطلاقا اللهم تخيل أنك تدخل لك قاعة استشعر استشعر أنت معي الآن اللحظة أنك تدخل لك قاعة فيها 100 ألف نعشمة تخيل معي ألف ألف يا ولد معاد خلنا نتخيل أنهم 100 ألف خلنا نقول طال عمرك أن 30 ألف منهم مشغولين بجوالاتهم و20 ألف أما مديونين ولا عندهم مشاكل عائلية ولا مشغولين مهم معك ولا هم مركزين فيك ولا يدرون هل ثوبك فيه عصير الرايزن عليه ولا شيء من هذا القبيل كم يبقى؟ يبقى 50 ألف خلنا نقول إن 30 ألف منهم فيهم نوم يرقدوا رقدوا وانت تسولف تمام؟ الآن طاح مني حمل 80 ألف خلنا نقول إن 20 ألف شخص قايلين مثل ذا الحين ومركزين فيك وانت تسولف والله يا رب الموقف الحرج شيء مو بسيط هذا وهم 100 ألف هذول 100 ألف وهو يتابع جواله ترى ما يسج لا يتابعك بمعنى يتابعك وهو يتابعك ما هو بيتابعك أنت تسولف هنا ويتابع جواله لا هو يتابع جواله يتابعك في جواله فهو مركز معك معناته أن 100 ألف هذا مركز معك أنا تتكلم عن رقم كبير أبو مبارك جاء كم من متابعين ولا أعطانا لا كيكت ولا أعطانا مثقال ذرة ما قال يمسنا ويمحط ظهورنا في ذا البرنامج متابعين يقول أتعلم حتى طيب خلنا نقطع على الكاكة طال عمرك أنا هذي دي طال عمرك هم أقطع أنا ما ودي أفكها من يدي ما شاء الله تبارك الرحمن الله يجعل مع المهمية إن شاء الله أبشر بخير بإذن الله إن شاء الله حقبال المليون والعشرة مليون بإذن الواحد الأحد إذا غمرت في شرف على الفرحة ويبيض وجيههم على هالعدد خذ راحتك طول طول الصوت يا سابقين الخير ما حد يساويكم أعجز عن التعبير يا كثر مغليكم يا سابقين